صح شفنا انه كان اقبال كبير من العنصر النسوي اللي يحبوا يلتقطوا الصور. هو ماشي هو علاش؟ هو ماشي اقبال برك بالك، لانه شو نقول لك، قولي صح صراحه. اكيد صحة. اكيد صراحه يعني ماهوش اقبال برك بالك. انا يعني نروح بزاف العنصر النسوي هذه. علاش تروح بزاف العنصر النسوي؟ لانه شو نهضروا صح، انا صالح صح. انا صالح جدا. شوف يعني كاين يعني ذكور ما شاء الله تلقاهم يعني بلباس محترم كذا، نروح ليهم عادي، وكاين بزاف منهم في لاباج ديالي. مي كاين اللي كسماك شغل عندهم لباس يعني ماهوش يعني تاع باش تصوروه وتحطوه في المواقع ويشوفوه الناس من بلدان اخرى كذا. انا ماذا بيا نوجه يعني افضل صوره للجزائر يعني، خاطش كاين متابعين متابعوني من تونس من المغرب من مصر، دونك سما ماذا بيا نوجه صوره جميله للجزائر. ولا بروف يعني كتشوف لي فيديو الخير غير بلايص تعبين نصور فيهم. هي شوف هي انا اللي يعني لي فيزاج يخيرهم توجي يكونوا ديفيرون. صح فوالا يكونوا ديفيرون باش مام يعني اللي راهم يشوفوا لي فيديو ما يكرهوش، يكونوش يعني صوره تبقى اصل يعني توجور كاين ديفيرون من ناحيه ستيل تاع اللبسه، من ناحيه الوجه، من ناحيه لون البشره. مازال ما جاوبتنيش على سؤالي. اما سؤالي اكزاكت العنصر النسوي عندك بزاف يعني في الصفحه. اقبال له اقبال له قولي صح يعني علاش بالك. بون هي معلومه ما كانش كاين اقبال بزاف على العنصر النسوي في البدايه. مي دركا بالك يعني بداو يديروا كونفيونس، بدات يعني الثقافه هذه تدخل للجزائر. فسك مع الاول يعني كانت صعيبه شويه في العنصر النسوي باش تصوروه وتحطوه في لي ريزو نهضروا واقع نقعدوا في الجزائر. صح من بعد يعني صافا بدات تمشي الحاله، الور بداو يديروا كونفيونس، شافوا بلي كاين عباد مقبل جازو عادي جدا يعني ماشي حاجه يعني حاجه يعني اللي راح تاثر فيهم ولا عادي شغل ترند درتو جوزتو وهذه هي. يعني تشوف انه العنصر النسوي يجيب لك نسبه مشاهدات؟ اكيد العنصر النسوي يجيب نسبه مشاهدات اكثر من العنصر واقع من الواقع. واقع صح واقع. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.